نرحب بكم في قلعة نزوة. قلعة نزوة انتقلت إلى التشغيل للقطاع الخاص، وفي الحقيقة تحققت الكثير من الأهداف المرجوة من هذا المشروع، منها زيادة في أعداد الزوار من جميع الفئات، من المواطنين والخليجيين والسائح الأجنبي من أوروبا ومن الهند. كذلك أضفينا نوع من التراث الإنساني داخل القلعة، بجانب كونها رمز من رموز التراث العماني والأثري، وفي تجاوب كبير من المجتمع داخل الولاية، وكذلك التاجر العماني المجاور لقلعة نزوة. أصبح هناك حراك سياحي اقتصادي في الولاية، كثير من الأنشطة نترقب أن تكون قادمة في المواسم القادمة، ونأمل أن يكون القطاع السياحي رافد للحكومة وللمجتمع العماني. طبعا من الفرص اللي وجدتها كشراكة في ما بيننا وبين القطاع الخاص والقطاع العام في إنشاء متحف في قلعة نزوة، وهذا المتحف الحمد لله يعني الحين أصبح قبلة للزائرين وللسواح من أوروبا ومن الخليج العربي وكذلك من الوطن العربي كافة. من خلال هذا قدرنا أن نحصل على مجموعة كبيرة من الفواكه السياحية مقارنة بالسنوات الماضية، طبعا المقارنة كبيرة جدا، يعني في الأول كان لا نجد العدد الهائل من السواح، والحين ما شاء الله بإدارة الشركة أصبحت للقطاع الخاص أصبحت هذه القلعة أيضا قبلة للزائرين. وشكرا.